السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، نتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله وأنتم كتابعوا في هذا الفيديو. كما العادة إن شاء الله الفيديوهات اللي درنا لكم على البصلة كما كتشوفوا. من بعد إن شاء الله انتهينا مع زراعة البصلة ديال النحاسية، بعد إن شاء الله غادي نعبروا مع هذا السيد إن شاء الله، وغنبقاو دائما كيف قلت لكم في الفيديو غنعطيكم فيديوهات على هذه البصلة من التسميد ومن الأدوية اللي غادي تحتاج. هذا الشيء اللي غتعرفوا معنا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى. وما تنساوش دعمونا دائما في الاشتراك. زريعة البصلة الإخوان كيف قلت لكم في الفيديو السابق، دائما خص الخط من يكون إطراسي، خص يكون الخط يكون هابط شوية، يكون طايح باش كتهز الزريعة كتطلع زوينة وكتجي مزيانة. واحد الملاحظة الإخوان، الزريعة البصلة إلا بغيتي تزرع البصلة ما خصك كيما تحرط خصك تراسي، خصك تزرع ماشي تحرط وتراسي، أولا وتخليها واحد المدة عاد تزرع فيها البصلة. فلا خليتيها بحال هكاك، داك الخطوط كينط فيهم الربيع، وتا الخدامة ملي كيجي يزرع ما كيردمش، وداك الربيع ما كيتحيدش كيبقى الربيع. ونتايا ملي كتزرع البصلة ديالك كينوض لك الربيع بزاف في الخطوط في البلاد ديالك، هذا هو المشكل. وتا في النقا كتكثر عليك بزاف ديال الخدامة في النقا. فلا بغيتي تزرع البصلة ديالك خلي دائما واحد القطار أولا نص قطار قدام الخدامة، وسير قدامهم كتحرط وتراسي وهما كيزرعوا، حتى الزريعة كتطلع زوينة وكترد لك البصلة. ماشي بحال هاد الفلاح هذا كما كتشوفوا الربيع بزاف عنده في هاد البصلة، هذا خطأ كبير، حيت تراسها وخلاها وجات مع هاد الشتا اللي جات نضلوا الربيع بزاف، ودابا تكلف واحد الثمن غالي. هذا هو اللي كان في هاد الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.